بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من المدرسة الإلكترونية التي تطلقها شركة تطوير الخدمات التعليمية. عنوان درسنا اليوم بإذن الله يكون عن الجهاز الغدد الصماء والتكاثر. طبعا هو الجزء الثاني من التكاثر، وهو عن الجهاز التناسلي الأنثوي وعن ما يسمى بدورة الحيض. الدرس من إعداد المعد المتميز الأستاذ حسين الردادي وتقديمي أنا بندر الطهري، فحياكم الله مرة أخرى. نبدأ درسنا اليوم على بركة الله. نتعرف على أهدافنا في درس اليوم. أولا نتعرف على وظائف الجهاز التناسلي الأنثوي، ثم نعدد أعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي مما يتكون الجهاز التناسلي الأنثوي، ثم نتعرف على ما يسمى بدورة خاصة فقط بالنساء وهي دورة الحيض. إذا نتعرف بإذن الله على هذه النقاط في جهاز الغدد الصماء والتكاثر، اللي هو الجهاز التناسلي الأنثوي ودورة الحيض. سؤال ذكرناه سابقا في جهاز التناسلي الذكري، والآن نعيده مرة أخرى في الجهاز التناسلي الأنثوي. ما هي وظيفة الجهاز التناسلي في الإنسان؟ ممتاز. طيب إذا حصل الإنجاب، حصل التكاثر، حصل أنه يبقى النسل، يبقى النسل البشري من آدم عليه السلام إلى قيام إلى أن يشاء الله. إذا وظيفة الجهاز التناسلي هي الإنجاب والتكاثر وبقاء الجنس البشري. الجهاز التناسلي الأنثوي نأخذ بعض مكوناته. أولا وأهمهم ما يسمى بالمبيض أو المبيضان. عند النساء الجهاز التناسلي يختلف عن الرجال، بحيث أن الجهاز التناسلي الأنثوي عادة ما يكون في داخل الجسم، بينما عند الرجال يكون الجهاز التناسلي الذكري كما شاهدنا وشرحنا سابقا يكون خارج الجسم. طبعا المنطقة التي يكون فيها يكون في منطقة أو أسفل الحوض. إذا عند العضو المبيض كما نشاهد عند المرأة مبيضان، وظيفتهم الرئيسية هو إنتاج هرمونات جنسية والبويضة. إذا الهرمونين اللي ذكرناهم سابقا الأستروجين والبروجسترون، هرموني الأنوثة تنتجهم من بايض، وأيضا تنتج البويضة. طيب بعد ما يحصل عملية إنتاج البويضة تذهب إلى قناة، حصل عملية تصنيع للبويضة تنتقل إلى القناة اللي هي تسمى قناة البيض أو قناة ثالوب. طيب إيش يحصل فيها قناة ثالوب؟ مكان إخصاب البويضة، مكان ما يخترق الحيوان المنوي إلى هذه القناة يحصل فيها عملية التخصيب. إذا من قناة البيض أو قناة ثالوب تنزل فيها البويضة سواء في الجهة اليمنى أو اليسرى. بعد ما تنزل يحصل عملية التخصيب. بعد ما تتم عملية التخصيب تدخل المرحلة الثالثة وهو إلى الرحم. تنزل البويضة المخصبة عن طريق أهداف ثم تتثبت في جدار الرحم اللي هو شكله كما تشاهدون جدار الرحم، لاحظوا شكله، شكله مثلث ويعتبر من أقوى عضلات الجسم بالذات عند المرأة، عبارة عن كيس عضلي لازم يكون قوي حتى يحمل جنين زي الكمثرى شكله، شوفوا كأنه كمثري الشكل، تطور فيها البويضة المخصبة. إذا عندنا هنا المصنع، نحاول نفهم بس قليل، هنا المصنع، مصنع البويضات اللي هو يسمى بالمبيض. بعد ما تتصنع البويضة تذهب إلى قناة البيض أو قناة ثالوب. طيب ليش تذهب؟ حتى تتخصب. طيب في حالة تخصبها تنزل عن طريق الأهداب إلى الكيس العضلي اللي هو الرحم، ثم يبدأ يتطور الجنين. هذا بشكل مبسط الجهاز التناسلي الأنثوي. تعالوا نتعرف على بعض الأجزاء وبعض الأشياء المهمة في الجهاز التناسلي الأنثوي.
طيب عندنا التقويم المرحلي، المصنع او العضو الذي يكون البيضة هو يسمى المبيض، الرحم او المهبل. القلم معك، بارك الله فيك. مين اللي صنع البويضة؟ ايش اسم المصنع هذا؟ ايش اسم العضو اللي شفناه؟ هو عبارة عن، ما شاء الله عليكم احسنتم، وهي المبيض او المبيضان. طبعا كما شاهدنا سابقا ان يوجد هنا مبيضين، طيب كيف ينتجون؟ المبيضان يتناوبون في انتاج البويضة، يعني الشهر الاول تنتجها المبيضة مثلا الايمن، ثم المبيض الشهر الذي عليه مبيض الايسر هو اللي ينتج. اذا يحصل بينهم عملية تبادل في انتاج البويضة. احسنت، بارك الله فيكم. نجي عند عملية خاصة في المرأة مثل ما ذكرنا سابقا، وهي ما تسمى بالإباضة. لاحظوا هذه اللي يشير عليها السهم، هذه هي البويضة. طيب ايش معنى الإباضة؟ هي عملية خروج البويضة. البويضة تخرج 3 أيام فقط في الشهر. ال3 أيام هذه تسمى البويضة، الإباضة. إذا عندي هذا المبيض، شوف هذا شكل المبيض، شو يسوي المبيض؟ ينتج لي البويضة. هذا الإنتاج اللي يستمر تقريبا 3 أيام فقط تسمى هذه العملية بالإباضة. إذا خروج البويضة من المبيض ثم انتقالها إلى قناة فالوب تسمى بالإباضة. لاحظوا هذا المبيض حجمه تقريبا مثل حجم حبة اللوز، حجم المبيض مثل حجم حبة اللوز، يعني يشاهد بالعين. حتى البويضة تشاهد أيضا بالعين، تعتبر أكبر من أكبر خلايا الجسم. إذا يقوم المبيضان بإنتاج بويضة واحدة كل شهر بالتناوب مثل ما ذكرت سابقا. إذا إيش هي الإباضة؟ هي خروج البويضة من فين؟ من المصنع اللي هو البويضة. البويضة تصنع المبيض، عفوا، الإباضة هي خروج البويضة من المبيض خلال فترة. إذا عملية خروج البويضة من المبيض تسمى الإخصاب أم الحمل أم الإباضة. لما تصنع البويضة تخرج من المبيض تسمى هذه العملية إيش؟ ما شاء الله عليكم أغلبكم، يا سلام عليكم، تسمى بالإباضة. أما الحمل عند عملية التلقيح، ممتاز ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم، عملية التلقيح تسمى إخصاب. لما يحصل إخصاب بعدها يحصل اللي هو عملية الحمل. إذا الجهاز التناسل الأنثوي تنتج البويضة في المبيض، إذا المبيض هو المصنع ينتج البويضة، فإنها إذا خصبت شحصر فيها تتطور نتكون إحنا. يا سلام، يتكون الجنين. طيب وين يتكون الجنين؟ مثل ما ذكرنا سابقا في الكيس القوي العضلي اللي شكله كمتري، اللي هو ماذا يسمى؟ بالرحم. إذا عندي مصنع ينتج لي بويضة، المصنع هذا يسمى بالمبيض، ينتج مرة واحدة في الشهر، ينتجها وينقلها إلى قناة البيض أو ما يسمى قناة فالوب. طيب ليش تروح قناة فالوب؟ حتى تنتظر الإخصاب. طيب إذا حصل إخصاب جاء حيوان منوي وخصبها، تنزل عن طريق أهداب إلى الكيس الكمثري اللي ذكرتوه أنتم ما شاء الله، وهو ما يسمى بالرحم، الكيس القوي اللي حتى يحميها ويحصل في عملية تكون الجنين. نجي عند هنا التجزئة بسيطة للهرمونات الجنسية الأنثوية. مثل ما ذكرت سابقا في الدروس السابقة، إن تستطيع تمييز هرمون الأنوثة بحرف الجيم، قد يأتيك سؤال صح وخطأ أو اختيار أو ما شابه. البروجسترون والأستروجين هذا هرمونين خاص بالأنوثة، يعني المرأة ترى شعرها طويل، صوتها ناعم، عندها خروج الثدي، من المسؤول عنهم؟ هذان الهرمونان. ايضا تكوين البويضة اللي يحفزها الهرمونين هذه. مكان افرازهم وين المصنع؟ وين مصنع افرازهم؟
ذكرناه. يا سلام احسنتم ما شاء الله. في المبيضين، اذا المبيضين هي ايش؟ هي التي تقوم بعملية تحفيزهم. طيب لما تتحفز هذه الهرمونين وش يحصل؟ تتطور الصفات الجنسية عند المرأة، يبدأ يعني ينمو جسمها بشكل أكبر، يطول شعرها بشكل أكثر، يبدأ ينعم صوتها، يبدأ إيش تطلع البويضات، يبدأ يعني يتكون عندها يعني يكون جاهز حتى الحليب ونمو الثديين. هذه كلها المسؤول عنها اللي هو البريستيرون والاستروجين. أيضا مثل ما ذكرنا تنظم عمل الجهاز التناسلي الأنثوي. أحسنتم. نجي عند دورة خاصة في المرأة تسمى بدورة الحيض أو ما يسمى بالعادة أو الدورة الشهرية. طيب شو يحصل فيها هذه؟ الدورة الشهرية كما نشاهد هنا مدتها تقريبا من يوم إلى 28 يوم، تقريبا مدتها 28 يوم. طبعا تختلف في بعض النساء قد يزيد وضعها إلى 40 يوم يختلفون، لكن غالبية النساء المعتاد عليها هي 28 يوم. طيب خلال 28 يوم هذا وش يحصل في المرأة؟ وش يحصل في الرحم؟ تعالوا نتعرف على الشيء هذا. أولا في الطار الأول أو ما يسمى في الأسبوع الأول، لاحظوا معي في المؤشر، ركزوا معي انكم إذا فهمتوا الرسمة إن شاء الله خلاص تفهموا هذه الدورة. ركزوا معي تفهموا. دورة الحيض مدتها 28 يوم، جميل، عند أغلب النساء. بعضهم يعني يزيد يعني مدتها إلى 40 يوم، ما راح نتكلم عنها، نتكلم عن الناس المعتادة أو النساء اللي يعني وضعهم طبيعي. إذا مدتها كما نشاهد 28 يوم، طيب وش اللي يحصل 28 يوم؟ في الطور الأول، طبعا 28 يوم هذه مقسمة إلى ثلاث أطوار. الطور الأول كما نشاهد هنا الأوعية الدموية تكون ممزقة، وهي الطور اللي يكون فيها نزيف من الدم للمرأة، ينزف تخرج منها الدورة الشهرية أو الدم الفاسد نتيجة انجدار الرحم حصل له عملية تسلخ. عملية التسلخ هذه عبارة عن دم فاسد يخرج منها. بعدها يبدأ الرحم في عملية الالتئام. لاحظوا هنا عملية التسلخ، شوفوا كيف دم لفترة الحيض. بعدها تحصل فيها عملية التمام الرحم، يرجع الرحم لوضعه الطبيعي. لاحظوا كيف في الأسبوع أو في الطور الثاني، لاحظوا الأوعية كيف، لاحظوا جدار الرحم كيف صار نموه أكثر. طيب من اللي كان مسؤول عن نموه؟ ركزوا معي، من اللي مسؤول عن نموه وزيادة حجمه؟ ذكرنا هرمونين هم اللي يتحكموا فيها. هرمون، يا سلام، البروجسترون والاستروجين، هرموني الأنوثة، يقوم بعملية تهيئة الرحم. لاحظوا في الطور الثاني، في نهاية الطور الثاني، ركزوا معي، يا سلام عليكم، في نهاية الطور الثاني في اليوم ال 14 تنتج البويضة. البويضة يصير المصنع اللي هو المبيض خلاص كونها وجهزها في يوم 14 تقريبا ينتجها، يعني في نهاية الأسبوع الثاني من بداية الدورة ينتجها. طيب لما ينتجها تكون في الوقت هذا مهيئة للإخصاب، يعني مهيئة للتلقيح، جاهزة لأن تصير جنين. لاحظوا الرحم كيف زاد حجمه، شوفوا زاد حجمه بزيادة. طيب ليش زاد حجمه؟ من يعطيني السبب؟ من يعطيني السبب ان الحجم زاد؟ حتى تكون مهيئة للحمل للإخصاب، لذلك يزداد حجمها، لأن إذا خصبت لابد أن شيء يحميها. وين بيحميها بعد الله؟ جدار الرحم لابد أن يكون قوي. لاحظوا الجدار، شوف كيف صار سميك إلين نهاية أو في نص الطور الثالث اللي هو تقريبا في اليوم العشرين أو 21 يبدأ. إذا ما تخصبت شو بيحصل في الرحم؟ من حكمة رب العالمين إذا ما تخصبت الرحم لازم يتجدد، فتبدأ في عملية أن الهرمونات توقف، هرمونات الأنوثة يقل إفرازها، فالرحم يبدأ يضعف. لاحظوا يبدأ يضعف، ثم يحصل جدار الرحم أنه يتقطع ينسلخ، مما يؤدي إلى خروج ما يسمى بالدورة أو دورة الحيض أو الدم. يخرج الدم ثم ترجع العملية مرة أخرى.
يلتئم الرحم، يبدأ يرتفع، تزيد الهرمونات، تزيد الهرمونات، ترتفع الهرمونات، تزداد سمك الرحم إلى اليوم 14. بعد يوم 14 تنزل البويضة مرة أخرى، تستمر تقريبا 3 أيام في تكون موجودة جاهزة للتخصيب. طيب ما هي ما جاء تخصيب؟ تنزل مرة أخرى، ينزل الهرمونات، يضعف الرحم، ينزل مرة أخرى، تؤدي إلى خروج الدم، وترجع العملية مرة أخرى كل 28 يوم. أعيد مرة أخرى، دورة الحيض مدتها 28 يوم، مقسمة إلى 3 أطوار، 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الإحاضة، يكون الدم يخرج من المرأة. في نهاية الطور الأول يلتئم الرحم، يرجع وضعه الطبيعي، يبدأ يرتفع الرحم نتيجة زيادة هرمونات الأنوثة. نتيجة الزيادة يزداد حجم الرحم، تزداد سماقته، لاحظوا شوفوا الأوعية كيف كثرة. في اليوم 14 تنزل البويضة. سؤال جميل، تتحطم بسبب ان هرمونات الانوثة تقل. لما تقل هرمونات الانوثة تبدأ بعملية التحطم. اذا اعيد، في اليوم 14 تنزل البويضة. طيب هذه لما تنزل البويضة قناة فالوب تكون جاهزة للتخصيب. طيب انتظرت 2 3 أسبوع ما جاء احد خصبها، ما جاء حيوان مالي خصبها، الهرمونات تقل خلاص ما في احد بيجي، فتبدأ بانخفاض هرموناتها لهرمونات الاستروجين والبرجسترون هرمونين. بعد ما يحصل فيها عملية انخفاض يؤدي هذا إلى انسلاخ الرحم، ومن ثم خروج اللي هو دم الحيض. هذه صورة توضح جدار الرحم في الوقت اللي يحصل فيه عملية تسلخ. نعم يصير حمل بعدها، تروح البويضة إلى الرحم ثم يدخل الرحم ويحصل عيش اللي هو الحمل. اذا لم تخصب البويضة تنسلخ بطانة الرحم، هذا هو الرحم كما نشاهد بشكل مثلث، هذا هو الرحم، المنطقة هذه المبيض، هذه قناة فالوب. اذا عملية تسلخ الرحم تسمى الحيض. كذا وصلنا الى التقويم الختامي لدرس اليوم اللي هو الجهاز التناسلي الانثوي. 1 دورة الحيض، هنا لإقران اقرأ المصطلحات والعبارات بكتابة الرقم المناسب. طيب انا بقرأ العبارة وانت اعطوني الرقم، ركزوا معي، انا بقرأ العبارة وانت اعطوني الرقم. 1 دورة الحيض، 2 الرحم، 3 المبيضان، 4 قناة البيض. طيب انتاج البويضات والهرمونات الجنسية من اللي ينتجها؟ من المصنع؟ ركزوا معي، احسنتم، يا سلام، اللي هم المبيضان، يا سلام عليكم، يا سلام، ما شاء الله احسنتم. نجي عند اللي يليها، كيس عضلي تتطور فيه البويضة المخصبة، كيس سميك، يا سلام، شكل كمثري، يا سلام، احسنتم، الرحم. طيب مكان حدوث الاخصاب، وين يحدث الاخصاب؟ يا سلام، ما شاء الله عليكم، في قناة البيض، قناة فالوب. طيب التغيرات الشهرية التي تحدث في الجهاز التناسلي الأنثوي تسمى هذه التغيرات اللي تبدأ على 28 يوم بدورة الحيض، ما شاء الله عليكم، أحسنتم. طيب يلا الآن جاوبوا على الشات بمجاوبة جماعية إن شاء الله. أكمل الفراغات في الجدول عن الجهاز التناسلي الأنثوي. أول العضو، يقوم هذا العضو بإنتاج البويضات وهرمونات جنسية، من يقوم فيها؟ من المصنع هذا؟ يا سلام، المبيضان، أحسنتم. طيب مكان إخصاب البويضة، وين تخصب البويضة؟ وين تتلقح؟ يسمونها في قناة البيض، قناة فالوب. طيب بعد ما يحصل عملية التخصيب وين تروح؟ هاي اخوان، هاي اخواتي، يا سلام عليكم، في الرحم اللي هو كيس عضلي كمثل الشكل. اذا نتعرف على الاجابات اللي ذكرتوها انتم، ما شاء الله عليكم، اجابات صحيحة. اذا كما نشاهد المبيض، قناة البيض، والرحم. كذا وصلنا الى نهاية درس اليوم،
آمل أنكم استفدتوا، آمل أنكم عرفتوا يعني عن الجهاز التناسلي الأنثوي. إن شاء الله أنا وصل